وطالبنا طبعا ونطالب طبعا حكومة لبنان بأن تتحمل مسؤولياتها، لأنه سيادة هذا البلد واستقلال هذا البلد اندفع حقه دم واندفع حقه شهداء، ولا نرضى ولا نقبل بأن يكون هناك انتهاك لأي سيادة من أي جهة أتت. لا انتهاك السيادة من قبل العدو الإسرائيلي مقبول، ولا انتهاك السيادة من قبل نظام قاتل في سوريا وقتل في لبنان أيضا مقبول.